نروح مع حضراتكم لفن الكروشيه. فن الكروشيه هو زي ما هو معروف فن الشغل او تجسيد الاشياء والتطريز بالابره والخيط. فن طبعا قديم جدا. كلمه كروشيه هي كلمه فرنساوي بتعني كروشيه اللي هي الابره او السناره الصغيره. نعرف ازاي الفن ده وشغل كده مختلف كمان على الكروشيه، مش بس تقديم اشكال حلوه اشكال جماليه، لكن كمان ممكن يبقى مصدر رزق ومصدر دخل للي بيشتغل على الكروشيه. تعال نشوف التقرير ونرجع مره ثانيه. الكروشيه طبعا هو بتشتغل بالخيط، انواعه صوف قطن حرير مكرمية جميع أنواع يعني الخيوط. يتعمل بيها إيه؟ يتعمل بيها من الحاجات الصغننة حتى لو خاتم أو إكسسوار، لحد بقى البطاطين، لحد كل حاجة. كل حاجة بتتعمل بالهاند ميد، يعني كل حاجة بالكروشيه. طبعا الفوانيس غالية جدا دلوقتي، وفي نفس الوقت حاجات صغننة تفرح الولاد في البيت وتعمل شكل بهجة في البيت كويسة جدا. فكان اسهل حاجه عليا ان انا افكر في مجال شغلي، انه اجيب خيط وابتدي اشتغل افكر اعمل فانوس صغنن كده، ولقيته فعلا شكله حلو جدا. وبالتالي من الاكبر لاكبر ما لقيت ان كتر الحاجات عملت شكل كويس جدا في البيت وغيرت شكله تماما، وبقى مود كله رمضان. ازاي؟ بدايته بسيطه جدا، سلاسل بسيطه جدا تتعمل على قد حجم الفانوس اللي انا هعمله، وبنزل منها بعواميد اسمها كده، وبنيها بغرز حشو في الاخر، وبعمل الشكل بقى اللي انا عايزاه، سواء الشكل كان منفوش شكله نازل على صغنن شويه شكله بالظبط ستريت، وفي الاخر بعمل فستونات حاجه بسيطه كده بس للقعده، وتمام الموضوع بسيط جدا. الهاند ميد عموما لو الحاجه ما اتعملتش بكواليتي كويسه او باتقان زيها زي اي مهنه في الدنيا، يعني لازم لما نعمل حاجه نتقنها كويس جدا، مش عمايل وخلاص، لان الحاجه لو اتعملت عمايل وخلاص عمرها ما هتطلع لك الشغل المطلوب. بيشتغل كروشيه بيحبه، اللي بيعمل حاجه بايده اكيد بيحبها جدا، عشان كده انا كل حاجه بعملها بحبها جدا جدا، ببقى واقعه في غرامها يعني حقيقه. محمد كان قاعد مبهور جدا وهي ماسكه الابره وقاعده بتعمل كده، وقاعد مبهور ومركز بتعملها ازاي. وقعدنا بقى في الفاصل اشرح له الفرق بين التريكو السؤال ده محيرني قوي، والكروشيه. يعني الفرق بين التريكو والكروشيه. الكروشيه زي ما انت قلت كده، اللي هي الابره اللي بتبقى على شكل صياد اسمها سناره صغيره. سناره صغيره ماشي، حاجه واحده بس. ده الكروشيه كده، وهي بتقعد تعمل بيها كده طول ما هي قاعده. لا شفناها كده بسرعه وعملت الفانوس. التريكو بقى اللي هي عصايتين طوال بيبقوا عكس بعض كده، بيتحط بقى بينهم الخيط كده وحاجات. يعني انا الحقيقه فشلت في ان انا اتعلم الاثنين في المدرسه، بس بحب اتفرج عليهم، وبحب في اللبس وكده لما تبقى الحاجه مطرزه بيهم تبقى حلوه. طيب.